صدقيني فاليريا، اقسم اني من قام بقتل خوسيه فرناندو بيدي. غير معقول، غير معقول، لا اصدق انها تعبث بمشاعري. لماذا لم تأتي؟ لماذا؟ لماذا يريد أن يكلم فاليريا؟ بابا قال بأنه يريد أن يعترف لها. يعترف لها بماذا ماما؟ في الواقع هذا سر خطير. أتعرفين ما هو؟ حبيبتي، من الأفضل أن تصبري أحيانا. متأكد أنك ستعرفين بالوقت المناسب. عرفت بأنه سيموت ولن يشارك باحتفالات عيد الميلاد. إنك لا تحترمين الآخرين جايلة. إنها الحقيقة. ماذا جرى لك؟ أنا أحبه مثلكم، ولكن ما قلته لك سوف يتحقق. بابا، أتعتقد أنه يجب إحضار فدرة؟ ضروري، سأتصل معها من الهاتف العمومي. أنا أذهب عنك بابا، وسأخبر أيضا أنيبال. أنت لست سعيدة مع فرناندو خوسيه؟ لا أعلم لماذا تزوجته. إنه يضايقني ويسيء إلي، حتى أنه تمادى وضربني. لا أصدق أنه جبان هكذا. وأنا مثلك، صدقني، إنما أظهر مخاليبه الآن. أنا تعيسة جدا. لا تبكي فدرة، أرجوك لا تبكي، لا أحب هذا. كنت بالفعل غبية لأنني تركته، وإلا لكنا سعيدين معا وفرحين. فدرة. نعم، أعلم أنك لا تريد سماع هذا، إنما أنت الوحيد الذي يمكنني أن أكلمه. وأنت، هل أنت سعيد مع أختي؟ لا، لا يمكن أن أصدق، لا يمكن أن أصدق قولك، لا يمكن أن أصدق. أنت تكذب فيما تقوله. ماذا تحبين أن أفعل؟ فقد حلفت برب السماوات وأنا بين يديه. معقول تفعل هذا وتقتل؟ معقول تقوم بالقتل؟ أنت تقوم بقتل زوجي؟ عشت عمري نادما وأحب أن أخبرك، فالقانون لم يعاقبني، ولكني دفعت سعادتي ثمنا لهذا. دفعت غاليا، دفعت عمري فاليريا، دفعته. لو اعترفت لك أنا بذنبي لما تعذبت أبدا سوليداد. حملت نفسها المسؤولية لتنقذني. عاشت هذه الأعوام المريرة القاتلة في حبسها، وكانت فعلا مضطهدة من قبلك ظلما، ولكن سوليداد بريئة. لنفترض أني سأقوم بتصديق ما تلفقه من أقاويل. لماذا قمت بقتل زوجي؟ لماذا؟ فلا يوجد دافع لفعلتك. بل يوجد. سوليداد زوجتي حبيبتي، فقد ارتبطنا بالسر، وأراد زوجك اغتصابها. لا، لا يمكن أن أصدق. محتال. أنا أعلم أنه من الصعب جدا أن تؤمني بما أخبرتك به. اعتقدت دائما بأنه بمنتهى الصدق وبلا أخطاء، لكنني آسف لأحطم صورته، لأنه لم يكن كذلك. كان يبدو أمامك بمظهر معين، ولكنه خلفك. خلفك. اخرس. لا، حان وقت الحقيقة فاليريا. من الضروري أن تعرفي أنا كم كنت مخطئة، رغم أنني القاتل. سوليداد تحملت المسؤولية عني، حكم عليها 25 عاما في السجن، لكنها لم تكن كافية لك. تأمرت عليها وضايقتها وحاولت المساس بها قدر إمكانك. ليس هي وحدها، فأنت بصراحة أيضا قسوت على إنسانة بريئة. هي ابنتي روزاليندا. ابنتي روزاليندا. لا أصدق ولا حتى كلمة واحدة مما قلته. بالنسبة إلي، سوليداد قاتلة وستظل مذنبة، وكراهيتي لها ولروزاليندا ستبقى للأبد.
للأبد للأبد. كيف حاله؟ كيف حال بابا؟ أصيب بالجنون ولا معنى لكلامه. معقول؟ لم ألحظ الجرح المبهر الذي جمل بشرتك. أرى بأنك نلت كل ما تستحقينه. هذه آخر مرة تهنين ابنتي. آخر مرة. Cuando se tiene una razón.